في أكثر من 170 دولة وبخبرة عالمية فاتت 50 سنة، وفي ليبيا من سنة 1976. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شبكة تنمية عالمية تتبع الأمم المتحدة وتساهم في التغيير ومساعدة الشعوب لبناء حياة أفضل. في ليبيا يدعم البرنامج الإنمائي المؤسسات العامة والحكومات والمجتمعات المحلية لتحقيق الاستقرار والتعافي والمساهمة في تشكيل السلام والتماسك الاجتماعي في غرب وشرق وجنوبي البلاد. يركز دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا على ثلاثة عناصر، وهي بناء السلام المحلي وسبل العيش، الحكم وسيادة القانون، الطاقة المتجددة والمستدامة، والبيئة. السلام عليكم. نشتغل مع UNDP ليبيا من سنة 1997. UNDP ليبيا لكل الليبيين ولكل اللي عايشين في ليبيا. يساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بناء الحكم الديمقراطي، ويساهم أيضاً في تعزيز سيادة القانون وإجراء انتخابات وطنية نزيهة تضمن لكل الليبيين الحق في إسماع صوتهم. ولمؤسسات ليبية شاملة تقوم على مبدأ الشفافية والمساءلة. نخدم في UNDP من 2012 لبيئة نظيفة واستخدام طاقة متجددة، ولتمكين المرأة ودعم الشباب في أكثر من 60 بلدية ليبية. نحن في أكثر من مدينة في الشرق، إجدابية، البيضاء، ودرنة وغيرها، وكذلك نساهم في قطاع التعليم والصحة، وأيضا توفير مصادر الرزق ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة. نخدم داغ إكهرت، داغ كالانمدان، داغ سبها، إدغاد، إدوباري، دلقطرون، إددرج، دغدمس، إدنالود، دلقلعت، إد بنت بيا. في الخاضر ناميو نخساو نتادلغ من ديدنا برنامج الأمم المتحدة للمائي. عندك الخبرة والمؤهلات في إدارة المشاريع، في التواصل والإعلام، في التقنية والمعلومات، في الدعم اللوجستي، في المحاسبة والمالية وغيرها. متحمس وتبي تخدم على أهداف التنمية المستدامة في ليبيا؟ احنا حاليا نبحث على مواهب ليبية عندها القدرة والشغف أن تكون جزء من الفريق، ولهذا السبب أطلقنا حملة اسمها اخدم معنا للتوظيف، ومع بعض نقدر نحقق التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة في ليبيا. انضم لفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كون جزء من الفريق، كون جزء من التنمية.